بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هنتكلم النهاردة عن مشكلة في الغسالة اللي هي ال جي. المشكلة دي دايما الناس بتفكر إنها مشكلة كبيرة، وهي مشكلة بسيطة جدا. الخطأ ده لما بيظهر الناس كتير بتنزعج منه. ليه؟ لأن الغسالة أصلا ما بتشتغلش. يعني لما لقيت باور كده كده، احنا قدنا باور، ايه اللي حصل؟ ظهر عندنا حاجة اسمها السي ال. السي ال دي يعني اللي هي عبارة عن ايه؟ ده اصلا في الاساس حاجة اسمها خاصة بالقفل بتاع الاطفال، حاجة اسمها قفل الاطفال اللي هي الشيلد لوك، اللي هو القفل ده. لو تبصوا كده تلاقوا عندنا حاجة اسمها الشيلد لوك، اهي ده القفل بتاع الاطفال. طبعا لما بنضغط عليه 3 4 ثواني فبيديني السي ال اللي هو كلوز. كده محدش يقدر يتحكم في الغسالة بعد كده. لو جينا مثلا نتحكم في أي بروجرامات، مستحيل إن حد يقدر يعمل أي حاجة في الغسالة، إلا حاجة واحدة اللي نقدر نعملها، أو الطفل يقدر إنه يمطف الغسالة. هو الطفل اللي في الغسالة مش هيسكت، لأنه هو ناقص ثقة، فكر إنها لعبة، هيقيدها، هيجي يشغلها تاني، مستحيل إن يعرف يشغلها. ليه؟ لأن السي اللي معمول اللي هو كلوز، اللي هو الشيلد لوك. طيب عشان نفك الشيلد لوك ده، يعني انا قلت الغساله اهوت وضغطت ستارتر وكده كده، مستحيل انها تشتغل. عشان نفك الشيلد لوك اللي هو القفل بتاع الاطفال، نفك ازاي؟ طبعا دي غساله ال جي 14 كيلو، وده الموديل بتاعها اهوت، ده الموديل بتاعها زي ما اتفقنا. عشان نفك القفل ده بنعمل ايه؟ بقوم ضاغط على الرنس والسبين الاتنين مع بعض، ضغط طويلة كده، الاتنين مع بعض ضغط طويلة، نلغي السي ال اللي هو الكلوز. كده انا فكيت القفل بتاع الاطفال. كده اقدر اتحكم في الغسالة زي ما انا عايز، اخد البروجرام اللي انا عايزه هنا، اتحكم في الاجزاء بتاعة الغسالة، اخد الرنس اللي انا عايزه والوقت اللي انا عايزه في الشطف برضو اهوت زي ما انا عايز، اخد الوش اللي انا عايزه اللي هو الغسيل، الووتر لو عايز اتحكم فيه طبعا، هي الغسالة تنزل لوحدها، الاوبشنات اللي هي STM، غسيل البخار، دي ان، دلوقتي تأجير التشغيل، اي حاجة اقدر اتحكم في الغسالة. طالما انا لغيت السيل، اطفي الغسالة، اقيدها، اشغل، هتشتغل معايا الغسالة الكوبي. يبقى احنا كده عرفنا ان مشكلة السيل اللي هو كروز دي كانت مشكلة، ان في طفل جه حد، او مشكلة في ممكن يكون احنا نفسنا اللي عملنا القصه دي عشان الاطفال ما يلعبش في الغساله. بس في ناس ما بتاخدش بالها وتضغط على الزرار الاثنين دول مع بعض ويعمل السي ال، فبيفكر انها مشكله في الغساله ويكون مشكله كبيره. والموضوع ممكن في بعض الناس بيتسحب منهم الغسالات وتتاخد من بيوتهم، عشان ناس تانية تبدا تقول لهم ده انتوا عندكم مشكله كبيره ولازم دي تتحل عندنا في الشركه، ويبدا ياخد المنتج عشان خاطر عطل زي ده. وطبعا عطل سهل خالص وبسيط، ويبدأ يسحب من الناس فلوس كتير. فطبعا يعني ايه ده شيء طبعا الله المستعان. فهو الموضوع سهل وبسيط خالص، اهو الليزبين زائد الرنس، في الوسط اهو قفل صغير، ببدأ اضغط عليه 3 4 ثواني، بنلغي السي ال اللي هو كلوز. كده اقدر اتعامل مع الغسالة زي ما انا عايز، عايز اعمله بنفس الطريقة. لو احنا استفدنا من الفيديو، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتنشروا الفيديو لعل ينفع الناس كلها، ويا رب يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهارده عن مشكلة في الغسالة اللي هي مشكلة الاي اي. طبعا في ناس كتير جدا بتقلق من المشكله دي، بتفكر ان كده المشكله الغساله فيها مشكله كبيره. هي مشكله بسيطه خالص وحلها سهل، مفيش اي حاجه بامر الله. ان شاء الله هنشوف الخطا بتاعنا اللي بيظهر على الشاشه، وهنشرح ازاي نحل المشكله. طبعا زي ما احنا شايفين، هو ده الخطا اللي ظهر عندنا على الشاشه، خطا الاي اي. طبعا زي ما احنا قلنا لكم، في ناس كتير بتنزعج من الخطا ده وتفكر ان هي مشكله كبيره، وهي مشكله بسيطه جدا مفيهاش اي حاجه، يعني عمر بسيط اي حد يقدر يحلها. ان شاء الله هنعرف ازاي نحل المشكله اللي هي الاي اي دي بكل سهوله وكل بساطه. اي حد في البيت عنده الغساله عملت معاه المشكله، ان شاء الله خليه يقدر يحلها بكل سهوله.
طبعا المشكلة دي أثرها أول حاجة ممكن يكون الخرطوم بتاع سحب المية فيه مشكلة، يكون متني، أو إن يكون فيه رواسب في قلب الصمام بتاع المية، أو إن تكون المية قطعة، أو إن الحنفية بتاعة المية تكون مغلقة، يعني لها أكتر من سبب. فهنشوف دلوقتي إيه المشكلة بالظبط، سبب الأي إيه، إن شاء الله هنعالجها بأمر الله. طبعا عشان هنحل المشكلة إن شاء الله هنعمل إيه، هنفك الخرطوم بتاع الغسالة من هنا إن شاء الله. طبعا بنقفل الحنفية الأول زي ما احنا شايفين كده، بنقفلها وبعد كده هنفك الخرطوم بتاعنا وهننضف الفلتر عشان نطمن إن ميكونش فيه رواسب. شلنا المصفى زي ما احنا شايفين، والمصفى فيها رواسب اهيت، طبعا هننضف الرواسب دي كويس. طبعا الرواسب دي هي بتديني خطأ الأي، طبعا هي كانت رواسب أكتر من كده، بس واحنا بنسحب المصفى من الغسالة بدأت الرواسب اتنطرت من قلب الصمام واحنا بنسحبها. طبعا دي هنجيب فرشة أسنان وهننضفها الرواسب دي تحت المية، تحت حنفية المية زي ما احنا شايفين. احنا كده نضفنا الفلتر اهوت، الفلتر بقى زي الفل مفيش اي حاجة. نضفت الحنفية طبعا مفيش اي رواسب خالص. هنبدأ بقى نركبه في الايه، في الغسالة. طبعا لما نيجي نركبه بنركبه من الجهة دي، يعني نخلي الشفة دي تبقى بره عشان لما نيجي نخرجها ولا حاجة بنحط مثلا سكينة ونحط مفكة ولا حاجة ونخرج بيها ايه المصفى دي. هنبدأ نركبه في ظهر الغسالة وهنجرب ايه الغسالة بتاعتنا. التركيب اهو زي ما احنا شايفين، كده ركبناه اهو زي ما احنا شايفين، كده الصمام بتاعنا كده نضيف اهو. هنبدأ بقى نوصل ايه المية بتاعتنا في الصمام، الخرطوم بتاع الغسالة بنوصله في الصمام وهنشغل ونشوف. هنبدأ نشغل الغسالة بتاعتنا باور، وهنضغط ستارت والاوكي، وهنجيب المية نحاول نوقف المية عند مستوى معين. طلعنا مستوى واحد، كانت يعني كلها تبدأ تسحب المية بتاعتها، هي كده بتوزن الغسالة كده بتوزن. حتى احنا خدنا مستوى المية هي هتوزن تاني برضه لوحدها. أول ما بتحس بالميزان بتاعها هتبدأ الغسالة تسحب ميتها زي ما احنا شايفين كده، بدأت الغسالة تسحب المية. كده اطمنا على سحب المية من الغسالة بالنسبة لي كده تمام، كده الخطأ بتاعي اللي هو بتاع الأي إيه كده انتهى. يبقى كان العيب عندي من إن المصفة بتاعة الغسالة بتاع الصمام كانت في قلبها رواسب، وهي دي كان سبب المشكلة بتاعتها. الموضوع طبعا طلع سهل وبسيط خالص مفيش أي حاجة. لو في أي حد عنده أي استفسار أو أي تعليق ولا حاجة يبعت لنا على الكومنتات. لو إن شاء الله قدرنا نحل معاه عن طريق الكومنتات هنحل معاه وهنعرفه إزاي يعالج أي مشكلة أيا كانت. لو هو قريب مننا وإحنا المسافة قريبة مننا ولا حاجة إن شاء الله نروح له ونحل المشكلة بتاعته. إن كانت المشكلة كبيرة ولا حاجة نكبر فيها نحلها معاه. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ده ما ينساش يشترك في القناة وينشر الفيديو لعله ينفع الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.